طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بأبرز العناوين. موقع أخباري يتحدث عن قرية الفقراء التي يحاصرها الحوثيون منذ أشهر. ومن أخبار العاصمة المؤقتة، عريس رابع في عدن يقضي ليلته الأولى في السجن. صحيفة فرنسية تعلق حول أحداث ضحيان، السعوديون منحوا الفرصة للتحقيق مع أنفسهم والنتائج مضحكة. وفي أخبارنا المنوعة، زيارة إلى إيران دون إذن رئيسة الوزراء تطيح بوزير نرويجي. أهلا بكم بقى. للأسبوع الثالث على التوالي، وسكان منطقة الأهمول بمديرية حزم العدين غرب محافظة إب محاصرين من قبل ميليشيات الحوثي المتمردة، وعلق موقع الحرف 28. المنطقة المحاصرة بميليشيا الحوثي وصمت الشرعية وتواطؤ الأمم المتحدة. ويضيف الموقع، شهدت المنطقة مواجهات مسلحة في الأشهر الأولى للحرب وقاومت اجتياح ميليشيا الحوثي بعد الانقلاب إلى جانب منطقة الشعاور وعدد من المديريات في محافظة إب، لكنها كانت تفتقد للدعم وخذلتها السلطة الشرعية والتحالف، وتصنف الأهمول ضمن المناطق الأكثر فقرا على مستوى اليمن، ويعيش كافة سكانها الذين يقدر عددهم ب4000 نسمة تحت خط الفقر، وتخلو منطقتهم من كافة الخدمات الأساسية بما فيها التعليم، ما جعلهم يعملون في المهن البسيطة، حيث يعيش أغلبهم تحت خط الفقر. وتخضع البلدة لحصار خانق من قبل ميليشيا الحوثي منذ 27 يوليو الماضي، مع قصف لقرى البلدة الريفية بالأسلحة المختلفة نجم عنه إصابات في صفوف النساء والأطفال. وأشنت الميليشيا حملة اختطافات للمدنيين من أبناء المنطقة، وصل عددهم 52 شخصا معظمهم من كبار السن، وزجت بهم في السجون ولا يعرف مصيرهم حتى الآن. أبدى عدد من المواطنين استياءهم من الممارسات التي تكرسها ميليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة إب عبر بث نبرتها الطائفية في أوساط الأطفال والأجيال القادمة، وعنون موقع الصحوانت: مراكز صيفية حوثية في إب تدرب الأطفال على العنف والكراهية. وأكد عدد من المواطنين أن ميليشيا الحوثي تربي الجيل على العنف والكراهية والأفكار الطائفية عبر فتح عشرات المراكز الصيفية بعدد من مديريات المحافظة. وقالت مصادر محلية للصحوانت أن ميليشيا الحوثي أقامت احتفالية للطلاب المشاركين بدورة مدرسة اللواء الأخضر بمنطقة السبل، وأطلقت العير النارية على مسافات قريبة من الأطفال أو الطلاب لتعليمهم الشجاعة حسب قول الجماعة. ندعو ونكرر النداء لوقف الحصار الداخلي والحصار الخارجي المفجع على مدينة تعز. إن المدينة المحاصرة بميليشيات داخلية يحاصرها الحوثيون، المحاصرون هم أيضا، فالجميع ضحايا وجلادون فئام. هل آن الأوان لفك محاصرة أنفسنا وشعبنا ووقف الاقتتال والاحتكام للتحاور والتصالح والقبول ببعض؟ هكذا يكتب نقيب الصحفيين الأسبق عبد الباري طاهر في مقال تنشره بالقيس. منذ منتصف القرن الماضي أصبحت تعز المدينة الثانية بعد عدن في تنشئة واحتضان الأفكار الحديثة. من تعز مطلع الأربعينيات انطلق النعمان والزبيري، وقبلهما الشيخ عبد الله علي الحكيمي والمناضل مطيع دماج، فكانت تعز المركز الأول لإعلان الأحرار الدستوريين، تأسيس حزب الأحرار عام 1944، والجمعية اليمنية الكبرى وصحيفة صوت اليمن عام 1946، فكانت بداية مسيرة الحركة الوطنية الأم في الشمال. من تعز انطلقت الجمعيات والتعاونيات والتعليم الحديث، عبد الله عبد الإله الأغبري ومحمد حيدر الحكيمي. في خمسينيات القرن الماضي شهدت تعز ميلاد الأحزاب، أو بالأحرى فروع الأحزاب الحديثة القومية، البعث وحركة القوميين العرب، وكانت تعز سند وعماد الثورة اليمنية سبتمبر 62 وأكتوبر 63، ورفضت الثوريين بأعداد من القادة والفدائيين والشهداء. طوال العقود الماضية كانت تعز مدينة الثقافة والحداثة والحرية. في ثورة الربيع العربي انطلقت الشعلة الأولى من مدينة تعز كدأبها في مسيرة الثورة والتغيير.
قائد مسيرة الشعب يريد إسقاط النظام وهو مختف قسريا ومختطف منذ بضعة أعوام. إنها المكافح أيوب الصالحي في المدينة التي هبت منها رياح الربيع في اليمن كلها. تعز المحاصرة منذ 3 أعوام، تحاصر داخليا من الميليشيات التابعة لبعض الأحزاب والأطراف، وتشهد مواجهات مسلحة شبه يومية بين الميليشيات المدعومة خارجيا. القتال الداخلي هو الأقسى والأضرع لأنه يطال كل الأحياء والسكان. منذ اتخذت السعودية إجراءات جديدة بحق العاملين فيها والمقيمين منذ عقود، بدأت الكثير من الأسر بالعودة إلى اليمن، وعنونا موقع المشاهد نت. السعيدي يكشف عن عدد الأسر التي غادرت السعودية إلى اليمن بشكل نهائي. وقال رئيس لجنة ترتيب أوضاع المغتربين اليمنيين العائدين لليمن المهندس هشام السعيدي أن عدد الأسر التي خرجت بشكل نهائي من السعودية إلى اليمن منذ 26 مايو وحتى 15 يوليو وصل إلى 1534 أسرة. أوضح السعيدي في مؤتمر صحفي عقد في مدينة سيئون أن هذه الإحصائية تشمل جميع العائدين عبر منفذ الوديعة الحدودي ومطار سيئون الدولي من جميع مناطق الجمهورية اليمنية، مشيرا إلى أن 292 من الأسر عادوا إلى أرض الوطن من دون رب الأسرة. ويتابع الموقع، يذكر أن عودة الأسر اليمنية من السعودية بدأت بشكل كبير منذ 6 أشهر بعد الإجراءات التي اتخذتها المملكة والمتمثلة بفرض رسوم إضافية على الأفراد وسعودة مختلف المهن والعمل في المحلات التجارية مثل بيع الموبايلات والملابس وغيرها. في تعز معركة نجاح أو فشل، تحت هذا العنوان كتب محمد الحذيفي مقاله المنشور في الحرف 28 مضيفا في بعض فقراته. ما يحدث في تعز هي معركة مصيرية، معركة نجاح أو فشل بين قوات الجيش الوطني وبين جماعات متطرفة ترفض الانضمام للجيش الوطني وتطلق عليه الجيش الوثني. اغتالت من أفراده 200 فرد خلال عام ونصف العام، وشكلت عبئا ثقيلا على اللواء 35، ورفضت الانصياع لأوامر اللواء وقيادته. ما يحدث في تعز عملية تصحيحية كان يجب أن يقوم بها الجيش الوطني قبل عام وليس اليوم، لأن هناك مناطق محرم دخولها على الصحفيين والإعلاميين وقوات الأمن والشرطة وفرق تحقيق البحث الجنائي. الوضع في تعز ليس كما يصوره البعض على أنه مواجهة بين فصيلين، إنما هي مواجهة بين قوات جيش وطني يمني وبين مجموعة ترفض الانخراط في صفوف الجيش والخضوع لأوامر القيادة العسكرية، وتقدم خدمة مجانية للميليشيا الانقلابية والنظام الإيراني بأن المناطق المحررة تؤوي العناصر الإرهابية. هناك الكثير لا يعلمون أن هناك متهمين في عمليات الاغتيالات تم تهريبهم إلى مناطق الحبان التي تسيطر عليها الميليشيا الحوثية الإرهابية، وهناك متحوثون يقاتلون في صفوف هذه الجماعات. نحن لا نتعصب إلا للأمن والاستقرار ولعودة مؤسسات الدولة وانصياع الجميع انصياعاً كاملاً للحكومة الشرعية. لا نتعصب أو نقف مع فريق ضد آخر، إنما نقف جميعاً مع قوات الجيش الوطني ومع نجاح الحكومة الشرعية والتحالف العربي في تأمين المناطق المحررة وتطهيرها من كل العناصر الملوثة التي تخدم الانقلابيين وإنهاء الانقلاب والوصول باليمن إلى بر الأمان. يتواصل إطلاق النار في أعراس عدن رغم الإجراءات التي اتخذها الأمن، وعنون موقع عدن تايم. عريس رابع في عدن يقضي ليلته الأولى في السجن. وقال الموقع إن شرطة مدينة خور مكسر اقتادت عريسا جديدا وأودعته السجن بسبب إطلاق مشاركين في حفل زفافه الأعيرة النارية في الهواء بكثافة أثناء مرورهم وسط الأحياء والشوارع. وكانت إدارة أمن عدن قد نبهت قبلها الأهالي بعدم إطلاق العير النارية التي سقط جراءها العشرات قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال. وقال المتحدث باسم إدارة أمن عدن النقيب عبد الرحمن النقيب إن الإدارة لا ترغب على الإطلاق بتعكير صف فرحة المواطنين المحتفلين بمناسبتهم المختلفة، غير أنها تلجأ مضطرة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات حفاظا على حياة الأبرياء وضبط الأمن في مدينة عدن باعتبار ذلك يقع ضمن مسؤولياتها المباشرة. والجدير بالذكر أن إدارة أمن عدن وخلال أقل من أسبوعين قد احتجزت 3 عرسان أو أودعتهم السجون بسبب إطلاق مشاركين في احتفالات زفافهم النار في الهواء وتفجير القنابل الصوتية.
نشر موقع عدن الغد خبرا يمكن من خلاله معرفة أين وصل الحال في العاصمة المؤقتة عدن، بحيث أصبحت صيانة الإضاءة في قسم شرطة تستحق خبرا وتفاصيل. وعنوان الموقع: مدير عام المديرية يوجه بصيانة الإنارة داخل قسم شرطة الممدارة. وينقل الموقع عن إياد قيرات مدير الإنارة في المديرية قوله: استلمنا تعليمات بصيانة الإنارة داخل شرطة الممدارة، وتم النزول ومعاينة الأعطاء في أعمدة الإنارة لقسم شرطة الممدارة، وسيتم النزول مع قطع الغيار والكيبلات للصيانة داخل الشرطة بحسب توجيهات مدير عام المديرية. ولم ينتهي الخبر هنا، بل زاد أن مدير عام المديرية دعا إلى توفير الآلية ذات الرافعة أو الآلة ذات الرافعة والمخصصة للصيانة بصورة دائمة للمديرية لاستكمال مسح الشوارع وإجراء أعمال الصيانة بشكل يومي. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما وردته الصحف العربية والعالمية، بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. مستمرون معكم في كشك الصحافة، ونذهب لمطالعة أبرز ما قالته الصحف العربية والعالمية في الشأن اليمني، بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة. ونبدأ من صحيفة لو تيليغرام الفرنسية، وعنونت: اليمن غارة جوية وشكوك حول التحقيق السعودي، حيث دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق موثق موثوق بعد الضربة الجوية التي أودت بحياة 29 طفلا في اليمن. لكن الخبراء والمنظمات غير الحكومية يشكون في أن المملكة العربية السعودية التي ترأس التحالف المتورط في الهجوم قادرة أو راغبة في القيام بذلك. ووافق التحالف العسكري الذي تقوده السعودية تحت ضغوط دولية مكثفة على فتح تحقيق في 10 أغسطس، وهو اليوم التالي لقصف حافلة مدرسة تضم 29 طفلا على الأقل في مدينة ضحيان. جيمس دورسي متخصص في الشرق الأوسط صرح إلى وكالة فرانس بريس أنه يجب أن يكون التحقيق موثوقا وشفافا، لكن التحقيقات التي يقودها المرء حول نفسه دون إشراف دولي تثير دائما مشكلة. وأضاف: سيتم التنافس على النتائج ولا يمكن اعتبارها ذات مصداقية. وقالت إكشاي كومار نائبة مدير منظمة هيومن رايتس ووتش أن الحقيقة المحزنة هي أن السعوديين منحوا الفرصة للتحقيق مع أنفسهم والنتائج مضحكة. شنت مجموعة من الصحفيين والكتاب والمثقفين في السودان، كما ذكر الصحيفة العرب الجديد، حملة شعبية للضغط على الحكومة لدفعها إلى سحب القوات السودانية المشاركة في حرب اليمن. ومنذ ثلاث سنوات يشارك الآلاف من الجنود السودانيين في حرب اليمن، فيما لقي عدد غير معلن منهم مصرعهم في المعارك التي تدور ضد جماعة الحوثي. وسبق أن عارضت تنظيمات سياسية آخرها كتلة النواب المستقلين في البرلمان السوداني استمرار مشاركة السودان في الحرب، بينما تقول الحكومة أن قواتها ستبقى في اليمن إلى حين استكمال مهمتها باستعادة الشرعية. الكاتب الصحفي محمد عثمان إبراهيم أحد قياديي المبادرة قال للعرب الجديد إن بيانهم الأول سيكون عبارة عن الخطوة الأولى لحث الجماهير على الإفصاح عن موقفها الحقيقي من وجود القوات السودانية في اليمن. حول الخطوة التالية للحملة أوضح إبراهيم أن هناك كثيرا من الخطوات قيد النظر، وستنطلق من أماكن مختلفة داخل وخارج السودان من أجل دعم السلام ودعم حق الشعب اليمني وكافة الشعوب الشقيقة والصديقة في العيش بسلام وطمأنينة في بلدانهم. سريعا، مرت 10 سنوات منذ رحيل محمود درويش، وما تزال المشاعر التي أثارها رحيله حارة كأنه الأمس. هكذا بدا علاء الدين أبو زينة مقاله المنشور في الغد متحدثا في مناسبة تذكرها القليل من مثقفي العرب. وقال الكاتب: درويش لم يترك فراغا يمكن أن يملأه أحد أو شيء كما ينبغي لأي فراغ، فقد عمل على مستوى خاص من ذلك النوع الذي يفتتحه شعراء نادرون وفريدون ويحجزونه إلى الأبد. وميزة هؤلاء الشعراء أنهم يجعلون مقاربة الشعر مرتقا صعبا، لأنهم يرفعون معايير القصيدة إلى حد يتعب الآخرين. ربما كانت طبيعة الحياة العربية في العصر الجاهلي قد أتاحت مجالا نادرا للبلاغة والشعر
حتى يحتار قارئ المعلقات في أيها أبرع وأجمل. لكن الشعر العربي انسحب بالتدريج بعد نشوء الدولة، ولم يعد الشاعر لسان القبيلة وجهازها الدعائي. جاء محمود درويش في مرحلة لها خصوصيتان: دخول الشعر العالمي في الحداثة، ومحاولة الشعر العربي الالتحاق بالركب، وبروز القضية الفلسطينية كعنوان لصراع العرب من أجل التحرر كضرورة للتحديث. وتميز درويش في تحقيق أفضل ما يمكن من الخصوصيتين. فعلى صعيد ثورة الشعر، التحق سريعاً بفهم شعراء الحداثة العالميين لما تعنيه الحداثة، على النقيض من شعراء عرب آخرين كافحوا في محاولة استكشاف الأشكال والمضامين الشعرية التي تحدث الشعر العربي من دون أن تفصم علاقته العضوية بالثقافة العربية وجمهور الشعر العربي والعالمي. لم يقع درويش في فخ الاستغراق في التجريد والتعميه على المعنى وإرباك المتلقي بذريعة الحداثة، ولم يقرأ حداثة الشعر على أنها إفلات مطلق من الإيقاع والقافية، بحيث يتحول النص إلى نثر فني ينسب للشعر. وفي الحقيقة لم يكن درويش مضطرا إلى هذا، لأنه امتلك أدوات الشاعر اللغوية والروحية اللازمة للاحتفاظ بكثافة موسيقى النص وإيقاعه كجزء من المعنى. وقد دلته سعة اطلاعه على أن رواد الحداثة في العالم لم يتخلصوا حقا من الإيقاع الشكلي للنص، وإنما حرروه قليلا فقط لمنح حرية أكبر للإيقاع الداخلي وتنويع الانطباعات. من بين الأخبار الأكثر تداولا ما جاء في موقع شبكة البي بي سي، والتي عنونت: زيارة إلى إيران دون إذن رئيسة حكومته تطيح بوزير النرويجي. وقالت البي بي سي: كلفت فضيحة تعلقت بقضاء وزير النرويجي إجازة في إيران كلفته منصبه الوزاري، إذ استقال وزير أشون الثروة السمكية بير ساندبرغ بعد تعرضه لانتقادات بشأن ذهابه في رحلة من دون إعلام رئيسة الوزراء مع صديقة إيرانية المولد. واتهم ساندبرغ بانتهاك البروتوكولات الأمنية بحمله تلفونه النقال معه في سفرته الشهر الماضي إلى بلد لا يملك أي تعاون أمني مع النرويج. وأقر ساندبرغ 58 عاما بأنه رافق صديقته باهرة ليتنيس 28 عاما في تلك السفرة من دون إعلام رئيسة الوزراء، وبحمله تلفونه النقال الحكومي معه إلى إيران. ويحتل ساندبرغ أيضا منصب نائب رئيس حزب التقدم المعادي للهجرة وشريك في الائتلاف الحاكم في البلاد. وانتقد ساندبرغ لأنه جعل نفسه عرضة لتجسس الإيرانيين بحمله تلفونه أو تلفون عمله معه في السفرة إلى إيران. وقالت رئيسة الوزراء أرنا سولبرغ أنها أمرت ساندبرغ بتسليم هاتفه النقال إلى الشرطة لإجراء فحوص السلامة الأمنية عليه للتأكد من عدم اختراقه. في مفاجأة كبيرة كما وصفتها صحيفة البيان، أبلغ نادي ليفربول الإنجليزي الشرطة عن نجم الفريق والمنتخب المصري محمد صلاح لاستخدامه الهاتف المحمول أثناء قيادته للسيارة. وكان صلاح يسير بسيارته قبل أن تستوقفه مجموعة من الجماهير لمطالبته بالتوقيع لهم، لأنه لم يلتفت إليهم لاستخدامه الهاتف المحمول أثناء القيادة. وقد انتشرت لقطات فيديو لصلاح وهو يقود السيارة أثناء استخدامه هاتفه المحمول، وهو ما اطلعت عليه الشرطة، وقالت على تويتر إنها اطلعت على الواقعة وأحالتها للإدارة المسؤولة. ويعتقد أن تصوير صلاح تم أخذه عقب مباراة فريقه أمام ويست هام يونايتد في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز الأول برباعية نظيفة. مركز بحوث في الرياض، واستراحة قروية في ريف الصين، ومسجد بدون مأذنة في إيران من بين المشروعات المرشحة لجوائز المهرجان العالمي للفن المعماري لعام 2018. نتابع الصور معكم.
كيف عبر رسامو الكاريكاتير عن أحداث اليوم؟ هذا ما سنتابعه وفيما نشرته بعد الصحف. نتابع. بهذه الفقرة الكاريكاتورية المعبرة نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.